هذا هو التدبير، وهو أن يقول أنت عتيق بعد موتي، هذا مدبر لأنه جعل عتقه دبر حياته. يصح مطلقا كأن يقول أنت مدبر، أو مقيدا كأن يقول إن مت في عامي هذا فأنت مدبر، فإن مات في نفس العام أصبح مدبرا، وإلا إن لم يمت لم يكن مدبرا ويبطل التدبير. وكذا إن علق التدبير على شيء، فلو قال إن دخلت البيت فأنت مدبر فلم يدخله لم يصح، لكن إن دخله صح التدبير.